مرحلة وأهدافها. وهون بالمنطقة العربية نثق بالأسبوع ومنآمن إنه هالمنظمة العريقة يلي مثل ما قلت صار عمرها 50 سنة عم تشتغل لصالح الإنسان العربي وأكيد رح تعبر مع جسور نحو النجاح إيد بإيد مع الشباب والصبايا العرب. للشباب والصبايا اللبنانيين والعرب بدي أقول طريق النجاح صعب كتير وطويلة أوقات بس منا مستحيلة. أنا مثلكم بوقت من الأوقات حلمت تعبت خططت وكتير أوقات فشلت بس ما استسلمت بس بالآخر وصلت ولهلأ بعدني عم لاقي صعوبات بس عم جرب اتخطاها لأنه أنا بدي اتخطاها. بدي أقول بليز ما تستسلموا لأنه اليأس ممنوع. تعلموا طوروا قدراتكم وآمنوا بحالكم وتسجلوا بجسور ورح تلاقوا قدامكم خيارات كتيرة وفرص عديدة لتطوير مهاراتكم وللتواصل مع مؤسسات عريقة معظمها معنا اليوم لتساعدكم. هالمبادرة قدرت تحقق كتير من أهدافها الموضوعة من سنة لليوم بالتزام عدد كبير من الشركاء من القطاع الخاص يلي فتحوا مجال لكتير من الصبايا والشباب عندهم الكفاءة والوعي والعلم المطلوبين انه يحصلوا على فرصة عمل او تدريب. ومن هون بدي ادعي واترجى القطاع الخاص بكل القوى العربية يلي بعد ما انخرطوا بجسور انه يلاقوا هالمبادرة بنص الطريق ويتواصلوا مع الاسكوا ليكونوا داعمين لكتار حتى يساعدوا بتنمية الاقتصاد بدولنا العربية. وما في دولة بتقوم غير على اقتصاد قوي. عندنا شباب عندهم إمكانيات عندهم طاقات بتمنى أنه تساعدوهم لحتى ما غير دول يستفيدوا من طاقاتهم ونخسرهم نحن. ويلي عم بيفتشوا على الفرص بطلب منهم يزوروا منصة جسور الإلكترونية المعروضة على شاشة المنتدى برات القاعة واللي موجودة على الصفحة الرسمية للمنتدى وتسجلوا فيها وتواصلوا مع الشركات والجامعات والمؤسسات من خلالها لبناء مستقبلكم. أنا كفنانة وكمؤثرة بيشرفني كون من الوجوه الداعمة لهالمبادرة ورح ضل على تواصل معكم ومع الأسكوا وإن شاء الله يا رب بجهودكم السنة الجاية بنكون عم نحتفل بمزيد من الإنجازات وقصص النجاح مع جسور يلي رح تشكل حجر أساس لنهضة منطقتنا العربية العزيزة على قلوبنا كلنا. شكرا.